سأريك حسابين اجتماعيين، ستكون مهمتك أن تخمن أيهما مزيف. لنبدأ، أي حساب مزيف؟ لابد من أنه الأيسر، إذ يبلغ عمر الفتاة 13 عاماً فحسب، لا يمكن أن تحضر الدكتوراه. ماذا عن هذين الحسابين؟ ولد الشخص على الجانب الأيمن في 29 من فبراير. لا بأس، هذا التاريخ غير موجود، فلم يوجد 29 يوماً في شهر فبراير عام 1985، لأنه يأتي مرة واحدة فحسب كل 4 سنوات، لذا لابد أن الحساب على اليمين هو المزيف. الحساب على الجانب الأيسر مزيف، فمن المفترض أن يمتلك الطيارون بصراً ممتازاً، لذا فالرجل غالباً يكذب بشأن شيء ما. انظر جيداً إلى هذين الحسابين. حسناً، بانم ونارنيا هما مكانين خياليين، لذا أظن أن الحساب الأيسر هو المزيف. ما رأيك في هذين الحسابين؟ حسب علمي لا يمكن لطفل في عمر 14 عاماً أن يتزوج في كندا، لذا فالحساب الأيمن هو المزيف. الآن سأريك بعض الصور، مهمتك أن تخمن ما الخطأ فيها. لنبدأ، ها هي أول واحدة لك. انظر، ينقل القطار سيارة حديثة، لكن هذه الصورة تظهر الغرب الأمريكي القديم. لم توجد سيارات في ذلك الوقت. هل يمكنك أن تخمن ما الخطأ هنا؟ إنها العصور الوسطى، لكن انظر، هناك مبنى مكون من 10 طوابق في الخلفية. ماذا عن هذه الصورة؟ هل ترى شيئا غريبا؟ هذه المرأة ترتدي حذاء رياضيا، انظر عن قرب، ما الغريب هنا؟ هذه المرأة لديها كاميرا عصرية، لا أظن أن الناس كان لديهم كاميرات في ذلك الوقت. ما رأيك في هذه الصورة؟ الجبل في الخلفية أخضر اللون وليس عليه ثلج. رائع، استمر، ما الخطأ هنا؟ انظر، ذلك الرجل في الخلفية، إنه يرتدي حذاء رياضيا، ليس أفضل شيء ترتديه في حفل راقص. كذلك لم يكن هذا النوع من الأحذية موجودا في ذلك الوقت. انتبه جيدا، هل يمكنك ملاحظة تفصيل غريب هنا؟ لدى هذا الرجل 3 أياد، يا لها من أيد كثيرة. كان رايان معجبا بفتاة في مدرسته تدعى إيميليا. ذات يوم تلقى رسالة منها تقول فيها إنها معجبة به أيضا، لذا يقرر رايان أن يرد عليها ويدعوها لمرافقته في حفل التخرج الراقص. للأسف لم يتذكر على أي طاولة تجلس إيميليا. هناك احتمالا، هل يمكنك إخباري أي طاولة عليه إرسال رسالته إليها؟ إذا كنت تتذكر، فقد كانت الرسالة مكتوبة بحبر أخضر. هناك قلم أخضر مشابه على الطاولة هناك على اليمين، لذا غالبا هذه هي طاولة إيميليا.
في صباح يوم اثنين فقدت كمية كبيرة من النقود من خزنة المحاسب. كان هناك 3 أشخاص في المكتب في ذلك الوقت. قالت ماجي المحاسبة إنها غادرت لعدة دقائق لتذهب إلى المرحاض. أما مايك المبرمج فقد قال إنه غادر لتناول الغداء ولم ير شيئا. أما داوسون وهو عامل النظافة فقد قال إنه كان ينظف الطابق الثاني في ذلك الوقت. هل يمكنك اكتشاف من منهم يكذب؟ إنه مايك، فقد قال إنه ذهب لتناول الغداء في الاستراحة، لكن ذلك قد حدث في الصباح. تعمل إليسا في متجر ملابس في الضواحي، لا تحظى عادة بزبائن كثر. ذات يوم جاءها 3 عملاء فحسب. اشترى العميل الأول حزاما وحقيبة، واشترى الثاني فستانا، واشترى الثالث قبعة. أحد هؤلاء الزبائن مجرم، وقد أبلغت إليسا الشرطة عنه. فمن هو المجرم وكيف أدركت الفتاة ذلك؟ أعطاها الزبون الثالث ورقة نقدية من فئة $1000، ولا توجد مثل هذه الورقة النقدية. خلال عطلتها الشتوية ذهبت سيرينا بمفردها إلى أكثر المنازل رعبا في حيها. كان ذلك خطأ فادحا إذ أغلق الباب خلفها فور دخولها، وقد رأت 3 طرق للخروج. خلف الباب الأول كان هناك عنكبوت عملاق سام، وخلف الباب الثاني حائط من القرميد، وخلف الباب الثالث بحيرة ضخمة. أي باب عليها أن تختار؟ عليها اختيار الباب الثالث، فهي في فصل الشتاء لذا فالبحيرة متجمدة. أخبرت سيرينا أصدقائها بما حدث لها، لكن لم يصدقها أحد. وفي اليوم التالي ذهبت ليزلي إلى المنزل أيضا، وحدث الأمر نفسه إذ أغلق الباب خلفها ورأت الفتاة 3 مخارج خطرة. كانت هناك نيران مشتعلة خلف الباب الأول، وخلف الباب الثاني شبح غاضب، وإن فتحت الباب الثالث فخلفه قطعة زجاج ضخمة ستسقط على رأسها. أي طريق ينبغي على ليزلي اختياره؟ إن كنت في مكانها سأختار الباب الثاني، فالأشباح حتى إذا كانت غاضبة لا يمكنها إيذاؤك جسديا، أقصى ما يمكنها فعله هو إخافتك فقط. والآن انظروا إلى هذه الصور التي سأريكم إياها وحاولوا العثور على الشيء الغريب فيها. أجل إنه هنا تماما. وإليك صورة أخرى، كن منتبها. انظر إنه هنا تماما. والآن لنصعب الأمر، إليك صورة نباتات عديدة، هل يمكنك العثور على نبتتين متشابهتين؟ ها هي واحدة وها هي الأخرى، هل يمكنك العثور على صورتين متماثلتين هنا؟ انظر ها هما. حسنا، والآن لدي متاهة لك، هل يمكنك العثور على طريق الخروج؟ صحيح، كان ذلك رائعا. إليك أحجية أخرى، ساعد ألف في الوصول إلى صديقتها المفضلة باء. هكذا يمكنها الوصول. وإليك متاهة أخرى وهي الأصعب حتى الآن، هل يمكنك مساعدة الكلب في العثور على دميته المفضلة؟ ها هي هنا،
ذهب كاي ونيت للتخييم في الغابة. والآن انظر، يتسلق كاي شجرة ويجمع نيت الحطب لإشعال نار المخيم، أيهما في خطر؟ نيت، يوجد دب يقترب منه، عليه أن يكون حذرا للغاية. تأخرت إيلا وغريس على المدرسة، لذا فقد سلكتا طريقا مختصرا. اختارت إيلا طريقا عبر الغابة، وقررت غريس السير عبر طريق فوق البحيرة المتجمدة. من منهما في خطر؟ غريس، فالثلج على البحيرة يذوب، توجد شقوق على السطح. عادت ابنة بييرس وابنة أندري إلى المنزل بعد الدراسة في منزل صديقهما. لم يرتب أي من أبويهما في شيء، لكن أحد الأبناء ذهب إلى حفلة بدلا من الدراسة. ابن من كان؟ ابن أندري، إذ توجد بقعة أحمر شفاه على ياقة قميصه، أظن أن تلك البقعة كانت من ابنة بييرس. جابرييلا وإيميلي صديقتان مقربتان، إحداهما حامل والأخرى تتظاهر بأنها حامل لتحصل على بعض المميزات. هل يمكنك اكتشاف الكاذبة منهما؟ أظن أنها جابرييلا، انظر إنها ترتدي حذاء بكعب عال، لذا فهي على الأغلب لا تخشى الانزلاق والسقوط. إن كانت حامل كانت ستكون أكثر حذرا، لابد أنك تظن ذلك أيضا. ذات يوم تلقت شرطة لوس أنجلوس تحذيرا برحيل السارق سيء السمعة سامويل عن إسبانيا، وأنه ركب طائرة متجهة إلى لوس أنجلوس. المعلومة الوحيدة التي عرفتها الشرطة أن المجرم لديه لحية. في المطار أوقفت الشرطة مجموعة من الأشخاص الذين وصلوا لتوهم من بلدان مختلفة. لاحظ المحققون ثلاثة رجال ملتحين واستجوبوهم. قال الأول إنه قادم من لندن، وقال الثاني إنه وصل من إسبانيا لكن اسمه كان كريستيانو. أما الرجل الثالث فقد قال إنه جاء من بولندا لقضاء إجازة. لم يحتج المحققون حتى إلى التحقق من تذاكر طائراتهم لمعرفة السارق. من تعتقد أنه المجرم؟ لابد أنه الرجل الذي قال إنه أتى من بولندا، فمن المفترض أنه في عطلة لكنه لا يحمل أي أمتعة معه. اتصلت ليلا بالشرطة وقالت إنها تعرضت للسرقة. قالت إنها كانت في مرحاض أحد المطاعم تعدل مكياجها، وفجأة اقترب منها أحدهم وضربها على رأسها. اقترب منها الشخص من الخلف، لهذا السبب لم ترى الفتاة كيف يبدو، لكن الشرطة أعادت المرأة إلى المنزل ورفضت تقديم البلاغ. لماذا؟ قالت المرأة إنها كانت تعدل مكياجها، إذن لابد أنها كانت تنظر في المرآة. إذا حاول شخص ما الاقتراب منها من الخلف لكانت قد رأت ذلك الشخص، لكنها قالت إنها لم تره، لذا لابد أنها قد اختلقت القصة بأكملها. فقدت عدة فتيات في بلدة صغيرة، وتمكنت الشرطة من العثور عليهن فقط بعد نصف عام من اختفاء أولاهن. عندما دخل الضباط المكان رأوا ثلاث فتيات فقط، وقلن جميعا إنهن حبسن في غرفة صغيرة ولم يغادرنها أبدا. علم المحققون أن إحداهن هي الخاطفة. قالت الفتاة الأولى إلينور إنها أمضت حوالي نصف عام هناك، وقالت الفتاة الثانية فيرا إنها ظلت محتجزة هناك لمدة شهرين، وقالت الفتاة الثالثة سيينا إنها كانت هناك لمدة أسبوع فقط. هل يمكنك تخمين الكاذبة من بينهن؟ لابد أنها فيرا. انظر، تضع فيرا وسيينا طلاء أظافر جميل. لا بأس بالنسبة لسيينا لأنها قضت أسبوعا فقط هناك،
لكن لابد أن طلاء أظافر فيرا كان سيفسد بعد احتجازها لمدة شهرين.